صالة نصري تتغزل في زوجها وهو نايم بكلمات هنشوفها ونسمعها في الفيديو، وبترد على طارق العريان اللي سخر من حملها في سن الـ50 وقال احنا في زمن العجايب عشنا وشفنا ست عجوزة لسه بتفكر تحمل. ردت عليه بطريقتها الخاصة اللي هنشوفها في الفيديو بعد ما نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأعتذر جدا جدا من حضراتكم إن صوتي تعبان وممكن يزعجكم، أنا أسفة. أصالة ناصري طبعا عارفينها إنها حبوبة قوي، ما بتقدرش تعيش من غير الجواز ومن غير حب، ودي ناس تشوفها ميزة وناس تشوفها عيب. يعني في ناس بتقول لا كفاية عندها أولاد، وناس تانية تقول لا دي حقها طول ما هي عايشة المشكلة ما بتعملش حاجة تغضب ربنا. شفنا قد إيه علاقتها الوطيدة والقوية جدا جدا بينها وبين طارق العريان اللي أنجبت منه ولدين آدم وعلي، ولكن حصل الانفصال مش سبب منها ولا حاجة، ولكن هو خانها. وفعلا فعلا ما قدرش كمية الحب اللي كانت بتبادل نفسها. بعدها حصل انفصال، وفي فترة بسيطة قوي قوي حبت ورجعت اتجوزت فايق حسن، طبعا هو شاعر عراقي، وبصراحة هو كمان بيبادلها الحب ودايما بيتغزل فيها وبيقول لها انا مش قادر اصدق السعادة اللي انا فيها، انا مش قادر اصدق تفاصيل طيبتك وحنيتك اللي مش موجودة في اي ست، عندك تفاصيل ابعد من الخيال لدرجة ان انا بحس ان انا نايم وبحلم ومش مصدق ان انتي حقيقة. دايما متواجد معاها في كل حفلاتها في كل رحلاتها، ما بيفارقهاش خالص. هي كمان كتبت وقالت انا بهدي لي اغنية حنين اللي رجعني شباب مرة تانية، واللي ببدأ معاه عمر جديد، عمري بيبتدي من وقت ما عرفته، فايق حبيبي وكل الدنيا، هو الشهم الاصيل الراجل اللي مفيش بعده ولا قبله في حياتي. تغزلوا في بعض بالكلام اللي قلته لحضراتكم طبعا، ولكن ده كله بعد ما انباء طلعت عن حملها، خصوصا بعد حفلها الاخير في البحرين وملامح جسمها اللي كان باين قوي عليه علامات الحمل. في جمهور كان مؤيد قوي لحملها ومبسوط وفرحان يعني، وناس تانية بتقول لها لا مستحيل هي عدت الـ50، أصالة عندها 52 عام. تغزلت في زوجها فايا حسن وقالت الله يحفظ الشهم، نوم الهنا يا قطعة من روحي، وهو نايم أخدت سيلفي معاه وصورته وكتبت الكلام اللي قلته لحضراتكم، وقالت نوم الهنا يا قطعة من روحي، وردت بطريقتها الخاصة على طارق العريان اللي كتب على انستجرام عشنا وشفنا ست في عمر الـ50 لسه بتفكر تحمل، معقولة في حاجة زي كده؟ وينزل هو كمان كلام كده وقال احنا في زمن العجايب. لقى هجوم كتير قوي وقال ازاي الناس هجمته، وقالت انت بعد ما خنتها مستكتر عليها الفرحة؟ ما يمكن، ليه لأ؟ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا انها تحمل، ليه لأ؟ في ناس حملت بعد الـ50 وده إرادة ربنا، وخصوصا ان الطب الايام دي اتقدم قوي. في ثانية لما لقى الهجوم الشرس ده عليه حذف الكلام اللي هو كتبه، لكن أصالة ردت بطريقتها ونزلت اغنية جديدة واهدتها لزوجها وقالت انا برجع شباب، انا ممكن اعاود كل السنين اللي ضاعت من عمري مع فايق حبيبي الراجل الشهم الجدع. أصالة طيبة وحنينة زيادة عن اللزوم، وفعلا هي بتحب الحب، وهي قالت كده لشيرين عبد الوهاب انا مقدرش اعيش من غير حب، اتمنى طارق العريان يسيبهم يعيشوا حياتهم، ده حقها وهي ما قصرتش. شكرا جدا ليكم، بعتذر مره تانية عن صوتي لو ازعجكم، استنوا منا كل جديد، شكرا، يا ريت تدعمونا بلايك حلو منكم.